اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في مدينة جدة اليوم مع معالي الشيخ سالم عبد الله جابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت وما يجمع بينهما من وشائج القربة والمصير المشترك، وبحث سبل الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع بما يعزز مجالات التعاون الثنائي ويلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.